ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة؟ اسألي 10 أسئلة. يا ترى شعورك ناحيتي زي شعوري ناحيتك؟ يا نورة في فرق كبير قوي بيني وبينك. انت بتيجي في عربية 16 متر وانا باجي في رجل برطوشة. انت ساكنة في الزمالك ولا في جاردن سيتي وانا ساكن في باب الوزير. انتوا حواليكوا الجناين والسوبر ماركت وانا حواليها الترب وارض الغفير. طب وده يمنع اننا نحب بعض؟ واخرتها انت هتبقى دكتور وكل اللي انت بتقوله ده ملهوش قيمة. انت مكانتك عندي ما تتقدرش بتمن. انت لو تعرف انا جوايا ايه من ناحيتك تستغربي. نورة انا في حالة انعدام وزن. طب مش هتروح تكلم بابا؟ بابا مين؟ بابايا انا. اكلمه في ايه؟ يا سلام عليك، تكلمه عشان نتخطب. نتخطب؟ ده انا احمر الخدين صفر اليدين، ما معيش حاجة خالص، لا انا ولا اهلي. لما نتخرج يا اخي، هي الخطبة دي عايزة حاجة؟ نقرا الفاتحة ونلبس الدبل، وبعد ما نتخرج نبقى نكتب الكتاب. طيب وليه الاستعجال؟ يعني انت مش مستعجل؟ يا اخي عشان تقدر تيجي بيتنا نقعد مع بعض نذاكر مع بعض. ها قلت ايه؟ نذاكر مع بعض. مذاكرة جامدة قوي. يعني شوفي كده الكيكة دي يا عمتي. مفيش بعد كده. طيب بعد اذنك اطلع وديها لجماعة عبد الصمد افندي عشان يدوق عمايل ايدي. جماعة عبد الصمد افندي ولا ابن عبد الصمد افندي؟ ما تكسفنيش بقى يا عمتي. اكسفك؟ اكسفك ده ايه؟ ده انا بدعي لك من قلبي ان ربنا يجعله من نصيبك، كمان ابن حلال وبكره يبقى حكيم قد الدنيا. خايفه بعد ما يبقى قيمه قوي كده ما يبصليش يا عمتي. هو انت قلت القيمه يا نهار يا بنتي؟ ده انت حلاوه واصل وعندك بيت ما شاء الله، وامك وابوك الله يرحمهم كان خيرهم على عبد الصمد اللي ابنه كمان. ده عبد الصمد ده كان بالنسبه لابوكي موظف كحيان. يا احلام عاملين لي كوباية شاي تقيلة شوية يا بت. مفيش شاي يا بابا. يعني ايه مفيش شاي؟ البقال مرضيش يديني، قال لي مكسور على ابوك شهرين، لما يدفع بقى ابو خده. اما راجل قليل الاصل زيك صحيح. ده النهارده لسه 13 في الشهر، يعني فاضل 18 يوم منه. مساء الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا، ازيك يا نهار؟ الله يسلمك. انا جايبه لحضرتك، قصدي جايبه لكم كيكه من عمايل ايدي هتعجبكم قوي. طب وليه بس التعب ده كله يا نهار؟ التعب ايه بس يا بابا؟ يا اخي جبت لك كيكه. استني انا، انت ايه انت بتحلوش؟ سيبهم براحتهم يا عبد الصمد يا فندم. طب اتفضلي يا نهار، اتفضلي اتفضلي. على فكره يا نهار انا اسف قوي عشان اتاخرت في دفع ايجار الشقه. فلوس العيش. ايوه بس عبد الصمد افندي، على فكره انا مش هطلع هنا مره تانية لو فتحتني في الموضوع. ايوه لا. بابا عاوزك في كلمه. ما تقول يا بت. لا في ودنك. بتاع العيش بيقول ان ما جبتوش الفلوس المتاخره عليكو مش هيجي بكره. مش هيجي بكره؟ طيب.